اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال يا رب. حلقتنا ان شاء الله النهارده كده متابعه الحمام الحصه، تمام؟ في ان شاء الله في حمام حصه، تمام؟ الحصه بتاعه انا كتبته. تعالى كده معايا مصطفى جوه، باين معاك؟ ده حصى رجاله، الحصى دوت كله بتاع الوزاره، تمام؟ وحصى الحضان رميه تحت هنا، ماشي؟ هنبص مع بعض دلوقتي الحمام اللي حصى والحمام اللي احنا هنحضن عياله دلوقتي، يعني حصى بتاعه مش عياله عشان هو لسه محصى هيلحق يقفز. تعالوا معايا. عندنا هنا اللهم صل على النبي قص سكروتات. قرب كده مصطفى، بصوا رجاله، دول قص سكروته محصيين، تمام؟ ده حصى بلاستيك، حاطط لهم حصوتين بلاستيك يريحوا الوقت عليهم، تمام؟ طبعا الباب بتاعهم باب رقم 2، صور كده مصطفى. باب بتاعهم رقم 2، انا جبت خشبه زي ما انت شفتوها في الفيديو الاولاني وكاتب عليها باب رقم 2، مش عاوز اكتب اسم مثلا ايه سكروته او كلام من ده، لا انا بكتب على المكلف هنا رقم 2 سكروته، وهنا بكتب رقم 2، تمام؟ امسك كده مصطفى، معانا هنا القص اللي تحت دول، تعالى صورهم كده مصطفى معلش. خش جوه شويه. القص دول يا رجاله رمى حصوتين حضان، خدت الحصى بتاعهم حطيته فوق هنا هو، تمام؟ اصبح كده ان انا بقعد القص دول على حصى بلاستيك، قاعدين على حصى ايه؟ بلاستيك. هو مركن الحصى البلاستيك ده هنا، واجيب الحصى بتاع ايه؟ السكروته، عشان السكروته الوحيد هو اللي جاب الحصوتين، تمام؟ ده حصوات سكروته اهيت مكتوب عليها، باين معاك مصطفى؟ وهذا الحصوية التانية برضه كهيت باينة. هنحط الحصوتين دول هنا هوت، دول حصى السكروتة، بحطهم هنا، تمام؟ وحطهم تحت القص دول. النتاية بصوا، من النتاية من الحنية بتاعتها مش عاوزة تتنقل من مكانها، تمام؟ وبنجيب دوت الرقم بتاعها دوت، بنقوم احنا ايه جايين مثلا حطه هنا هوت، عاوزين نحطه مثلا في حته سهله، تمام؟ ثواني كده خليكم معايا. هقوم جاي مثلا صور كده مصطفى، عملت افيز تمام، باين معاك كده مصطفى. كده يا رجاله رقم 2 اللي هو السكروته متحضن هنا، تمام؟ ايه تاني معانا اللي حصه؟ اللي حصه معانا تاني القص القشر بنادق دول، جابوا حصوايه، تمام؟ حطيت لهم حصوايه بلاستيك وشلت الحصوايه بتاعتهم. ليه انا بشيل الحصوايه بتاعتهم؟ بشيل الحصوايه بتاعتهم، الحصوايه بتاعتهم ميت قشر بندق، بسيبها هنا الوقت بقى ليه؟ بسيبها هنا عشان ما يرقدوش عليها وهي اللهم صل على النبي بتعرق، وبعد كده اجي ابص الاقي الزغلول طلع كبير والزغلول طلع صغير. نخش على القص القطقطة، قص القطقطة اهمت، جابوا برضك حصوية، ده حصوية بلاستيك، تمام؟ الحصوية بتاعتهم انا حاططها اهيت، تمام؟ ده الحصوية بتاعتهم قطقاطي، تمام؟ لازم تكتب على الحصوايه عشان ما تنساش اي حاجه، تمام؟ وعندنا هنا الحلايسه برضك حصوا اللي عندهم، ده حصوايه بلاستيك والحصوايه الاولى بتاعتهم اهيت، تمام؟ نيجي بقى نبص على الدفتر، امسك كده صاصه. باين معاك كده حاجه؟ تعالى كده هنا احسن. بصوا رجالة، انا عاوز ابين للناس، ارجع انت شوية مصطفى، بس خليك انت، انا ارجع اطلعنا. بصوا رجالة، عندنا هنا القشر بندق جابوا حصواية يوم 23 اللي هو النهاردة، تمام؟ نيجي تحت السكروتة جابوا حصوتين، حصواية يوم 21 والحصواية التانية يوم 23، عادي يتحطوا جنب بعض، تمام؟ مفيش اي مشاكل. الطراطير اللي هم الذكر الخليلي لسه، المساويد لسه، القطقطة جابوا حصواية النهاردة يوم 23، وعندنا هنا الاسترال الطراطير جابوا حصوتين، حصوايه يوم 23 والحصوايه الثانيه
لا الحصوية الأولى جابوها يوم 21، 21 مع الحمام دوت. الحصوية التانية جابوها يوم 23 اللي هو النهاردة، تمام؟ والحلايسة جابوا حصوية واحدة النهاردة، تمام، يوم 23. أصبح كده أنا ما ينفعش أحضن الحصوية الواحدة إلا لما الحمام يجيب الحصوية التانية. لسه معانا القص القشر بنادق دول، ذكر الفحمي ونتاي القشر وندقه، تمام، على حصل، تمام. ايه تاني معانا؟ القص الفحميات دول برضك لسه محصوش. نادر اللي الحمام دوت ما يحصش يتاخر. الحمام ده بالظبط بقاله 10 ايام ملقي. احنا ملاقيين يوم 13 لو انتوا فاكرين، النهارده 23، يعني بقالهم 10 ايام. والطراطير دول، الطراطير دول يا رجاله برضك لسه محصوش. ايه تاني لسه محصش؟ المساويد. المساويد دول لسه محصوش، تمام. انا هعمل ايه؟ هخلي القشر الفحم والقشر بندقه يزقه. ليه بقى؟ ده حمام نش، هخليه يزق. ايه تاني اللي هخليه يزق؟ الحلايسه هخليهم يزقوا، تمام. القص الطراطير دول هخليهم يزقوا. القص دول جابوا حصوتين، تمام. نبص عليهم كده مع بعض، جابوا حصوتين. دي النتايه، ده اول شغل عنده. والذكر دوت انا مجربه على كذا نتايه، تمام. طبعا احنا دلوقتي داخلين طبعا على الزغليل والكلام دوت. طبعا اول حاجه بتكون عندك ايه؟ الزغليل. بتكون عندك سرنجه زي ديت، تمام. مش هتاخدها انت مصطفى، ده بتزغط بها ايه؟ الزغليل. طبعا الزغطه ده هفتحها لكم لسه حتى بكاسيتها هي. تمام. يلا صصا. دي 60 سم رجاله، تمام. مش عارف دي بتاعت حمار ولا بتاعت ايه. طبعا احنا بنجيب مثلا لو انت ما عندكش ميكس، انا ساعات بعمل ميكس على ايديا، بيتعمل بفول صويا، تمام، وبيتعمل بعدس، عدس اصفر، وبيتعمل بحاجه تانية، السلالاك بتاع الاطفال، سلالاك ساده، تمام. وايه تاني مش فاكره، انهم انا بعمله على ايديا. لو انا مش عارف اجيب بعمله على ايديا، تمام. انت بتجيب مثلا عشان ايه؟ بتجهز انت الميكس عشان لو قص مثلا عندك حضان عطله. بس تعالوا بقى بالميكس، صور كده القص دول. ازعجناكم معلش. احلى حاجه دول شغالين بوس وانا ومصطفى في وش بعض، عيب والله، احترمونا. المهم يا رجاله، اهم حاجه يعني المفروض اصلا الحضان عندي يبقى زياده عن 6 حضانات، بس انا حصل عندي ظروف، ابتديت كنت بنزل حضان وكلام من دوت، قلت اصفح حمام عشان كنت هصفي وزار، وبعد كده قلت لا انا مش هصفي الوزار. بس يا ابني قاعدين بياكلوا اللي ما، تمام. طبعا ده حلقتنا كانت في السلكه ازاي تقدر تحضن. يعني اول ما القص عندك القص الوزار مثلا، هوريك مثلا حاجه عملي. دول حصوتين بلاستيك، دي غامقه ودي فاتحه. ليه بقى؟ عشان دي جديده ودي قديمه اشتغلت بيها من زمان، تمام. ما فيهمش اي فرق. خلي ديت مثلا اللي الوزار حصها دلوقتي، انا بقوم اخدها كاتب عليها مثلا قشر بندق وسايبها على التحديق هنا. اللي انا بسيبها على التحديق هنا، انا بسيبها على التحديق هنا جنب اللمبه عشان اللمبه تسخن لها الجو، والمفروض كل ما اطلع فوق لازم اقلب الحصوه عشان الحصوه ما تبصي، واجيب مثلا حصوايه بلاستيك احطها لهم. اول ما يجيبوا الحصوايه الثانيه بقوم انا شايل الحصوايه البلاستيك وحاطط الحصوتين اللي هم ايه بتوع الوزار، لو انا هخلي الوزار يزق. لكن لو مش هخلي الوزار يزق، اول ما الوزار يحصي باخد الحصوايه بتاعته اللي هي حصوايه مش البلاستيك، الحصوايه العاديه، بحطها في المكلف واكون تحت التحديق، وبقوم جايب حصوايه بلاستيك واحطها تحت الوزار. اول ما الوزاره يحصل الحصوايه الثانيه يقوم اخد الحصوايه بتاعتهم وحاطط لهم حصوايه بلاستيك. اصبح كده الوزاره خليهم اسبوع مثلا او 3 ايام قاعدين على الحصوايه، واقوم ماسك الذكر سايبه فين؟ سايبه في الارضيه. هيكون بس قدامهم اسبوع ولا 10 ايام وابتدي الاقي الوزاره الثاني. اصبح كده اللي مثلا قص الاطقطه دول، انا حضنت السكروطه مثلا، احنا بنتكلم في السكروطه. السكروطه احنا حضنا عيلهم تحت هناوت، حضنا عيلهم يومين بالظبط، وهقوم مطلع الذكر سايبه يتهوى عشان في الموسم كان الذكر ده مقفول والطواير كلها كانت في الارضيه.
يومين ثلاثه بالظبط يعني. النهارده مثلا النهارده الاربع الفيديو ده ممكن ينزل النهارده الثلاث، الفيديو ده ممكن ينزل الاربع او الخميس. معلش يا رجاله ظروف عندي والشغل والكلام دوت دي متبهدله معانا تمام. هاخد الدكر هسيبه يومين في الارضيه وبعد كده او ثلاث ايام وبعد كده اقوم منقل النتايه. اصبح كده اللي انا بالك ده ماخد عش مثلا كل في يعني في كل 50 يوم مثلا، بدل ما اخد عش جوز زغليل بس سكروتات، اصبح كده ان انا هاخد اربع زغليل سكروته وممكن ازود اكتر، ممكن اجيب نتايه تانية واخلي الدكر يشتغل على نتايتين. بس انا مش عاوز اتعب الحمامتين، عاوز اشتغل على قد دلوقتي، واما الواحد ربنا يكرمه الواحد يعمل كل حاجه كويسه تمام يا رجاله. اصلا الله يك اصلا الناس بتحبك والله حاج احمد او عثمان. بص يا جدعان احنا مسا عليك يا عم احمد حبيبي اصلا حبيبي عم احمد، تحياتي لكل الناس المحترمين اللي بتدعمنا وتكتب لنا كلمه حلوه، كل الناس فوق دماغ الرجاله اللي محتاج اي حاجه. في ناس بتكلمنا على الواتس وعلى التليفون، اللي محتاج اي حاجه ما يتكسفش يكلمني. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس، واحلى مسا عليكم الرجاله، احلى مسا على كل الناس المحترمين.